اسمحوا لي ارحب بالفرقه الموسيقيه اللي حقيقه من اهم عازفي الموسيقى في بلدنا الاردن الحبيب. اسمحوا لي اقدم المايسترو قائد الفرقه الموسيقيه حبيب حسين سليمان على آلة الجمال، حبيبنا الأستاذ عازف الأورج محمد خليل، والفنان الأستاذ محمد بشنا، كل الحب والتقدير، وحبيبنا أنس مرجي على الجيتار، وطبعا على لقاء حبيبنا الأستاذ رياض غلام،
بليالي.